فانت قولي، هل احنا في تصرفات بنعملها بدون وعي واحنا مش واخدين بالنا احنا بنعمل ايه، بتكون غلط او بتضر الطيور؟ في مثلا بنقطع شجر في الشارع مثلا، او بنشيل بوس معين شايفينه بوس كده في النيل ومالوش لازمه، لا ليه لازمه، ده بيت طيور معينه بتاكل نباتات معينه عشان طيور تانية شجرية تبيت فيها، وهي الطيور الشجرية دي بتروح تاكل لك حشرات في البيت. في ناس مثلا عندنا عادة كده نشوفه زي طينة كده في الركنة ويقول لك وعصافير سودة، ويقول لك ده عصافير، ده وطواط، هو مش وطواط، ده عصفور الجنة، ده البارنس والو، ده بياكل كمية حشرات وناموس. لو انا كنت انا عندي وانا صغير كان برضو عندي في البروفايات كان مربيه 15 سنة سايبه زي ما هو عايش معاه، ده بياكل حشرات، ما دخلناش ولا مرة ولا صراصير ولا أي حاجة من غير رشة أي حاجة. انت كبني ادم جاي على البيئه وانت جزء منها، فهم كائنات زينا، هم كائنات زينا، سواء كلب قطه حيوان اي كان انت بتتعايش معاه، هو بيعمل دور انت مش شايفه، ربنا مخسر يعني مسخره لك بيعمل لك حاجه مش شايفه. زي اقل واجب ان احنا ما نقطعش الشجر، نحط لهم ميه على البلكونه مثلا، اماكن معينه مثلا زي المحميات اللي احنا بنروحها ما نقطعش حاجه ما ناخدش حاجه، ده بتخلي في تناغم مع البيئه نفسها، ده اللي اهم حاجه ان احنا بنعملها اكيد.